أيام قليلة تفصل اليمنيين عن بداية العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب إلى مدارسهم لمتابعة تحصيلهم الدراسي. وككل عام يعود موسم المدارس ليشكل كابوساً يثقل كاهل المواطنين والطلبة والمعلمين في اليمن في ظل أوضاع صعبة تعيشها البلاد التي تعاني من الغلاء الفاحش وتدني دخل المواطنين سواء من يعملون في الأعمال الخاصة أو الحكومية، خاصة وأن موسم المدارس يأتي في وقت تكون فيه ميزانية الأسر قد قضت عليها الأزمات والأعياد. وبالرغم من فداحة الظروف التي يعيشها اليمنيون، لكنهم مصرون على متابعة أبنائهم تحصيلهم الدراسي ويعملون جاهدين على تجهيز متطلباتهم واحتياجاتهم، الأمر الذي يجدون فيه سبيلاً للمقاومة وعدم الاستسلام. والله إحنا جينا هذا اليوم رغم الصعوبات ورغم هذا الحرب في بلادنا، جينا نشتري هذا الكتب حق المدارس وحق الأطفال وحق الجهال وحق ذي، ولو كل شيء غالي، كل شيء غالي، الدفاتر الأقلام الكتب رغم هذا الحصار رغم هذا الأمور رغم هذا كل شيء، لا معاشات معنا ولا شيء، أهم شيء ما نحرمش أبنائنا وأطفالنا من الدراسة. إذن هي العزيمة والإصرار على الصمود بوجه الدمار بأشكاله المختلفة الذي أفرزته الحرب ولا تزال حتى اليوم في اليمن، إصرار من المحتاجين والفقراء وكفاح متواصل منهم لينال أبناؤهم قسطا من العلم يواجهون به ظلمة ما جلبته الحرب معها من أهات وآلام وحسرات كثيرة. لم أكن أنا كمواطن بسيط أتوقع اندفاع المواطنين لهذه المستلزمات وبشحة الإمكانيات لدى المواطن، لأن الأغلبية من المواطنين أحياناً لا يجد لقمة العيش. ويبقى الوعي بأهمية العلم والمعرفة السلاح الوحيد الذي يراهن اليمنيون عليه في المضي ببلادهم نحو مستقبل بعيد عن الحرب وآثارها المدمرة وعلى رأسها التخلف والجهل.